هذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة والخطأ؟ فمتى نقول أن فلانا أخطأ وفلانا ابتدع؟ الخطأ يا أخي يقع من كل إنسان، كلكم خطأ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. الخطأ يقع من كل إنسان، حتى من العلماء يقع منهم الخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقع الخطأ من بني آدم لأنهم ليسوا معصومين، ليسوا معصومين من الخطأ. لكن فرق بين من إذا أخطأ عرف خطأه وتاب إلى الله، وبين من أصر على خطئه ولم يقبل النصيحة. نعم.